الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ملخص ما قيل في الدرس السابق إن اللغة العربية تتكون من ثلاث كلمات، هي الاسم والفعل والحرف. هذه الخطوة الأولى تسمى تحديد نوع الكلمة. الخطوة الثانية كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث لا بد لها من حركة، لا بد لها من حركة. والحركة في العربية نوعان، الحركة نوعان، حركة إعراب وحركة بناء. حركة إعراب تتغير بتغير موقع الكلمة من الجملة، وقلنا مثل كلمة خالد، تقول خالد وتقول خالدا وتقول خالد، فكلمة خالد كلمة معربة حركتها تغيرت حسب موقع هذه الكلمة من الجملة. أما البناء لا يتغير آخر الكلمة بتغير موقع الكلمة من الجملة، وقلنا مثل كلمة الذي. الذي دائما كلمة مبنية على السكون في جميع الحالات، سواء وقعت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. طيب، ثم قلنا أنت عندك الآن ثلاث كلمات بحركتين، كيف توزع حركتين على ثلاث كلمات؟ بمعنى هل الاسم في العربية معرب ولا مبني؟ الحرف معرب ولا مبني؟ الفعل معرب ولا مبني؟ الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. الاسم الأصل فيه الإعراب، يعني أكثر أسماء الدنيا معربة، إلا أن هناك أسماء مبنية ذكرت أو ذكرنا شيئا منها، مثل الضمير اسم مبني، الاسم الموصول مبني، أسماء الإشارة مبنية، أسماء الاستفهام مبنية. ثم ركزنا على جزئية مهية وهي العدد المركب، لأن العدد المركب يكثر الخطأ فيه، والمقصود بالمركب من 11 إلى 19. العدد من 11 إلى 19 يكون مبنياً على فتح الجزئين، يعني مثلا تقول نجح 15 طالباً، فاعل 15 لكن ما تحط ضمة، تحط ماذا؟ فتحة وفتحة. رأيت 15 طالباً، مررت بي حرف جر بخمسة عشر طالبا، يعني العدد من 11 إلى 19 يكون مبنيا على فتح الجزئين. هذا بالنسبة للإسم. أما الفعل فالأصل فيه ماذا؟ البناء. أنت عندك الماضي وعندك المضارع وعندك الأمر. الماضي كله مبني والأمر كله مبني، وقلنا نحن لا نتكلم عن الماضي والأمر. لماذا؟ يعني لا نتكلم، لأن فعل الأمر وفعل الماضي لا أحد يخطئ فيهما. الآن أنت تقول أي فعل ماضي أي فعل أمر لا تخطئ، لكن المشكلة في أي فعل؟ في المضارع. إذا نقول الفعل مبني إلا أنه يعرب، إلا أنه الفعل مبني، الماضي مبني والأمر مبني والمضارع معرب. معرب يعني آخر يتغير، ومع ذلك يبنى في حالتين. الآن بس الآن أرجوك، الآن الكلام كله في ماذا؟ في المضارع. المضارع ماذا نقول؟ المضارع المضارع
نكتب بين قوسين معرب. ما معنى معرب؟ تغير حركة آخر، يعني يرفع وينصب و يجزم. يجزم. هل يجر؟ لا، لا يجر. الفعل لا يجر، لكن سيأتي الفعل أحيانا المضارع تحته كسرة، سنوضح إن شاء الله فيما بعد. يعني مو مجرور بس فيه كسرة. ها؟ لم يكن الذين كفروا يرسل السماء عليكم مدرارا، مضارع لكن تحته كسرة، بس ما تقول مجرور. هذا حرف العلم لا، مو دائما، سيأتي. إذا المضارع معرب يعني ها معرب هكذا، يرفع ينصب يجزم. متى يرفع؟ إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. وينصب لو سبق بإحدى الأدوات، كم أداة ذكرنا؟ نصب. كم أداة ذكرنا؟ أن. كيف تحفظها؟ أن، لن، كي، حتى، قف الآن، ثم. فاء السببية، واو المعية، كم صاروا؟ ستة. ثم ثلاث لامات، لام التعليل ولام الجحود ولام العاقبة. وذكرنا تعريف الجحود وتعريف العاقبة. ثم يجزم. الآن هذا الآن الجديد اليوم إن شاء الله، المضارع المجزوم. الكلام كله في المضارع، والمضارع يجزم بكم طريقة؟ ثلاث طرق. الكلام كله الآن منصب حول ماذا؟ حول المضارع المجزوم. أولا أربع أدوات تجزم فعلا واحدا، ما هي؟ لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. هذه أربع أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا. عد جملة فيها لم، عد جملة فيها لما، أو لام الأمر، أو لا الناهية. لم يلد، لم يأكل، لم يأكل. الآن شوف، لو أردنا أن نقول لم ينجح الطالب، انطق الجملة. لم ينجح طالب. الآن لما ده جزم، يعني معنى هذا ينجح مجزوم بالسكون. لماذا حركته؟ قلت لم ينجح، هذا مهم جدا. لم ينجح الطالب. هل الفعل المضارع يجر؟ هل الفعل يجر في الأصل؟ لا. 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 الفعل ها يرفع ينصب يجزم المضارع، والاسم يرفع ينصب يجر. يعني يشترك الفعل مع الاسم في ماذا؟ في الرفع والنصب. الجر من علامات الأسماء، والجزم من علامة الفعل المضارع. إذا هذه الجملة لو أردت أن تعربها ماذا تقول؟ لم ينجح الطالبون. لم أداة جزم. أداة جزم. ينجح فعل مجزوم بلم. مجزوم بلم. وعلامة الجزم السكون. السكون. وحرك بالكسرة منع الالتقاء. أين ساكنان؟ شوف في اللغة العربية، في اللغة العربية لو رأيت ال على طول هذا ساكن. الطالب، الشمس، القمر، المسجد ساكن. لو سبق بساكن آخر صار عندك التقاء ساكنين، لا تستطيع أن تتلفظ، فبالتالي يجب أن تحرك. الآن في الآن وين أي الساكنان في الجملة؟ السكون على الحاء والسكون على ال على الطاء. على الطاء الأولى. أبي شوي أنا أنا معاك. إيه أنا صاحي. هلا ما يخالف. إيه مستحيل شيخ تجعل اللام شمسية. شيخ شو بدها تجعل؟ ما يخالف،
خلينا بس عطي مهله شوي. يلا ماشي. إيه؟ عشان اخذها من الطاقه. اتكلم عن التعريف. دكتور عفوا هذه الاشاره علام ولا على الالف ولا علام؟ على ال 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 هنا 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 وين راح؟ هذا هنا في في شنو؟ سكون. سكون. ال صح؟ نعم. ولا لا؟ نعم. ايوه. ففي سكون قبله بسبب شنو؟ بسبب لم. المهم انت لو رايت فعلا مضارعا ما اقول مجرور تحته كسره اعلم ان هذا الفعل مجزوم وفيه التقاء ساكنين. لان قد تقول لم ينجح خالد. صح. ما في. ما تقول لم ينجحي. اذا لو رايت فعلا مضارعا تحته كسرة اعلم ان هذا الفعل مجزوم وفيه التقاء ساكنين. زين. الان لما الان يقول لم يصل المسافر. ابي افرق بين لم ولما من حيث المعنى لا من حيث الوظيفة. ولما يصل المسافر من حيث الوظيفة النحوية لا فرق بينهما. لم تجزم ولما تجزم. يصلي يصلي في سكونني في الأصل. ما الفرق في المعنى؟ بمعنى متى تقول لم يصل المسافر ومتى تقول لم يصل لما يصل المسافر؟ الفرق في المعنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. يعني إيش؟ لم يحدث. يعني لم يحدث. لم يحدث يعني الفعل بعد لم غير متوقع حدوث الحدوث والفعل بعد لما متوقع الحدوث. الحدوث. أنت الآن مثلا تنتظر زميلك في المطار يوصل الساعة 12. المفروض توصل الساعة 12. لم تصل الطائرة، ماذا تقول؟ لما تقول ماذا؟ جاء وقت وصول الطائرة ولما تصل الطائرة. ولما يعني ايش متوقع؟ وصولها. هذا من فرق من حيث المعنى. لا ما الأمر؟ ممكن أضيف إضافة في النقطة السالفة؟ تفضل شيخ. هو أصل لم ولما هذه أدوات جزم بتحول الفعل المضارع من كونه فعل مضارع إلى ماضي، تحوله إلى الماضوية. فعل المضارع يتكلم عن الزمن الحاضر والمستقبل. أما لم لما تدخل عليه لم يقوم تحوله إلى الماضوية، تخليه ماضي. فلم لوحدها ماضي مطلقا. اما لما ماضي الى وقت التكلم. صح. تنفي حدوث إيه؟ هذا الفعل الى وقت التكلم. وكلها يتكلم تخلي الفعل هذا ماضي. فعل مضارع ماضي في المعنى. تفضل. لان لما نريد ان نعرف لم نقول اداه جزم وقلب. نعم. اداه جزم وقلب. ما معنى قلب؟ تقلب المضارع. يقلب. ها؟ مضارع الزمن ماضي. من ايش؟ من الحدوث أو الحاضر من المضارع إلى الماضي. لا من الأمر مثل ماذا؟ لا من الأمر لا تفعل النص. لا من الأمر يكون متصلا بفعل لنجاهد في سبيل الله. اللهم آمين. آمين. لنجاهد في سبيل الله. آمين. لنتعاون على البر والتقوى. ها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل وليصمت لام الأمر. ما معنى ليقل؟ يعني قل. ها؟ لينفق ذو سعة من سعتي. هذه لام تسمى لام الأمر. وفي القرآن كثير وفي اللغة كثير جدا. لا الناهية يطلب بها الكف عن عمل. أنهاك عن شيء. أنهاك لا تفعل لا تأكل لا تأكل لا تفعل
لا تترك الصلاة. لا تتركي. ليش كسرة؟ التقاء الساكنين. لا تتركي الصلاة. لا تقل إلا خيرا. لا الناهية. هناك إخواني لا في لا واحدة أخرى دائما يصير لبس بينها وبين هي لا النافية. وأيضا تدخل على المضارع لا النافية. لا الناهية لها وظيفة جزم. يا أبو محمد شدك بتنام. لا لا لا. ولا النافية ليس لها وظيفة نحوية. يعني لا تؤثر على الفعل الذي بعدها لكن تنفي الحدث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن. لا يدخل الجنة نمام. لكن لا يسخر قوم من قوم. ناهية. هذه أي واحدة؟ ناهية. ناهية. مزوم لا يكن أحدكم إمعة. هذه أي واحدة؟ ناهية. ناهية. يعني هل تستطيع أن تفرق بينهما؟ كيف أفرق بينهما؟ في المعنى. من السياق. من السياق؟ أيوة. من السياق. من حركة لا قبل الحركة. قبل الحركة. لا يكون المؤمن خائنا. لا يكون المؤمن خائنا. هذه أي واحدة؟ نافية. أنا فيها واو. أيوة. يكون. لا لا مو عشان يكون. الآن لا يكون المؤمن خائنا. نافية. هذه أي لا؟ نافية. 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 لكن لا تكون خائنا. ناهية. ناهية. المهم الناهية وظيفتها جزم المضارع والنافية تنفي الحدث وليس له وظيفة نحوية. نعم. إذا عندك أربع أدوات تجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. الحالة الثانية من حالات جزم المضارع ترى الوقت بيجيكم يا شيخ. الحالة الثانية أنا أطبع هذه الكلمات كلها وسوزع بالأوراق إن شاء الله. تتابع معي. لما تقول أدوات تجزم فعلا واحدا ماذا تفهم؟ فعل واحد بس اللي مجزوم بعده. ماذا تفهم؟ في شيء اسمه مخالفة بالنحو؟ في أدوات تجزم. إذا معنى هذا أن هناك أدوات تجزم فعلي. ثلاث. ثلاث. أدوات. نعم. وليست أفعالا. أدوات تجزم فعلين. إلي أدوات الشرط. الشرط. أسلوب من أساليب اللغة العربية الشرط. الآن أسلوب الشرط مما يتكون؟ فعل الشرط وجواب الشرط. قبل فعل الشرط. أداة الشرط. أداة الشرط. بعدين فعل الشرط. بعدين جواب الشرط. مثل إن. هذه أداة شرط. يحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل ولا جواب؟ وكلاهما مجزوم. يعلم الله في قلوبكم خيرا. أبي أقول جملة بسيطة جدا اللي ما في كسرة. اللي ما في تحريف. أنت أتني. ها في حذف حذف علة. خلينا الجملة بسيطة جدا. إن تذاكر تنجح. الآن في الجملة فعلان مضارعان وكلاهما مجزوم بسبب وجود إن التي تجزم فعلين. كيف تعرف هذه الجملة؟ تقول أن تذاكر ماذا؟ فعل الشرط. وتنجح جواب الشرط. طيب ما هي أدوات الشرط التي تجزم فعل معلومات قديمة من المتوسطة؟ إن من متى مهما حيثما أينما كيفما. تقريبا هذه إيش الرئيسة؟ من
يذاكر ينجح، من يطع ربه يسعد. ندي حركة شوي احنا، يسعد من يطع ربه يسعد، يطع مزوم ويسعد مزوم، ولا نقل كثيرا. هذه ايش الحالة الثانية من حالات ماذا؟ الجزم. الحالة الأخيرة التي يجزم بها المضارع، نقف عندها خلاص نكتفي، تفضل. الحالة الأخيرة تسمى ماذا؟ الآن الحالة الأولى ايش؟ فعل واحد، أربع أدوات تجزم فعلا واحدا، أدوات الشرط تجزم فعلين، الأخيرة الجزم في جواب الطلب، والطلب غالبا يكون أمر. الآن لما تقول نفس الجملة ذيك ذاكر، هذا فعل شنو؟ أمر، يدل على الطلب. شو يصير؟ لتنجح. لا، من غير لام. تنجح بس. الآن تنجح مضارع ومجزوم ولم يسبق لا بأربع أدوات ولا بأدوات الشرط، كيف جزم؟ الطلب وينه؟ زاد. لا، إذا لو رأيت فعل أمر بعده مضارع، المضارع مجزوم. أدعوني أستجب. ما أعرف أستجب؟ مجزوم جواب. أيوة، هو ما معنى جواب الطلب؟ بمعنى إذا تحقق الطلب تحقق الجواب. أدعوني أمر. أيوة أمر. إذا ما نقول في القرآن في كلام الله أمر. أدعوني أستجب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط مجزوم مضارع ولم يسبق بجازم، كيف جزم؟ هزي. إذا ندور شنو؟ وقع دور الطلب. دور الطلب، أرسله معنا غدا يرتع مضارع مجزوم، جزم لأن فيه أرسله. هذا إيش الحالة الأخيرة من حالات ماذا؟ إذن المضارع باختصار مضارع معرب، المضارع معرب يعني يتغير آخره إما رفعا أو نصبا أو جزمة، يرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، وينصب لو سبق بإحدى الأدوات التسع أو العشر، يقولون إذن، ويجزم إما بأربع أدوات تجزم فعلا واحدا، أو أدوات الشرط تجزم فعلين، أو الجزم في جواب الطلب. نقبل الشيخ ولا نكمل؟ درس دسم ومختصر ومركز جدا. الله يجزاك الله خير يا ابو. نكمل الحالتين بتوع بناء المضارع وخلاص. ايوه خلاص فعلا. الان قلنا المضارع معرب، ما معنى معرب يا ابو محمد؟ يعني اخره يتغير الا في حالتين يكون مبنيا، يعني في الحالتين اخره ما يتغير، يبنى على السكون متى؟ إذا اتصلت عند اتصال بنون توكيد الثقيل والسكون على السكون. إيه؟ على السكون. إذا اتصلت به نون النسوة. نسوة. تدخلون. والوالدات يرضعنا. الآن أنت أعرب يرضعنا. تقول فعل مضارع مبني. مبني على السكون. مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. النسوة. والمطلقات يتربصن. يعني لو حطيت قدام يرضعنا 20 أداة جزم ونصب ما يتغير شيء، صح؟ مثلا لم يرضعنا ما يتغير، أو لن يرضعنا ما يتغير، لأنه مبني من البناء. والحالة الثانية من حالات بناء المضارع على الفتح، عند اتصال بنون التوكيد. ولينصرن الله، ينصر مضارع لكن الراء ما بقى عليها فتحه، والفتح علامه بناء وجود نون التوكيد. نون التوكيد.
تالله لأكيدن أصنامكم. طيب الآن ما الفرق في الإعراب بين نون النسوة ونون التوكيد؟ الآن أبي واحد شاطر شاطر كلكم شطار ما شاء الله يعرب هذا الفعل إعراب كامل يرضعنا يرضعنا مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. اي ما إعراب نون النسوة؟ فاعل. فاعل نعم على طول فاعل. لكن ينصرنا ينصرنا مضارع مبني على الفتح. نعم اتصال بنون التوكيد. لكن هل نون التوكيد تعرب؟ هي من الكلمة أصلا. لا ليس لها محل إعراب. يعني نون النسوة تعرف فاعلا. أما نون التوكيد ليس لها محل. فلا محل إعراب. يعني ينصرن الله ولا ينصرن الله. الفاعل لفظ جلالة. نعم. لفظ جلالة. وبهذا انتهينا من ماذا؟ فعل مضارع. لا ما انتهينا. لسه. لسه طويل مضارع. طويل. أطرح سؤالا ونجيب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. الآن حتى الآن المضارع إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، صح؟ حالات المضارع الثلاث معروفة لأنه معرب. طيب وقلنا يرفع إذا لم يسبق ناصب ولا جازم، ينصب لو سبق بأداء دوام نصب، ويجزم من خلال الحالات الثلاث هذه، صح؟ حتى الآن المضارع كيف رفع؟ بالضمة. كيف نصب؟ بالفتحة. كيف جزم؟ بالسكون. هل المضارع حركات المضارع هي الضمة فقط عند الرفع؟ هي الفتحة فقط عند النصب؟ هي السكون فقط عند الجزم؟ ولا هناك علامات إعرابية أخرى غير الضمة رفعا وغير الفتحة نصبا وغير السكون جزما؟ يوجد. نعم يوجد. هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إيه؟ اللي هي العلامات الفرعية. الفرعية هذه أصلية. نعم. إذا إن شاء الله الدرس القادم تكلم عن ماذا؟ العلامات الفرعية. عن عن إعراب المضارع بالعلامات الفرعية. الفرعية إن شاء الله.